طيب بالله العظيم ترى ما هو مو اللي يجي في بالك ترى ما بتغلي اي لا 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 والله ما بتغلي والله العظيم والله اكيد انا شوف اقول لك حاجه اسال عني اللي يعرفوني من زمان حلو هل الحركه دي انا اسويها يعني بالعنية او ما والله ما كذا تجي من الله يعني ظروفها بظروفها يا سلام اي ما والله ترى لا ما استقصد هلا اهلا وسهلا تعال اطح مالك تعال مرحبا انا قالوا لي ايوه عشان انت جاي الليله جاي وش قالوا لك؟ قالوا لك؟ توني في التصميم ايوه فقالوا لي ادخل دخله كذا يعني مختلفه ادخل دخله ايش؟ مختلفه يلا وانت الان تدخل دخله مختلفه من هذا الباب صوتك المختلف دخلت ارجع ولا اجي؟ لا دخلت دخلت خلاص دخلتها ادخلوا صوتك المختلف يلا. يا يلا اعطيني روح يا الله يا اخي ما يعرف اتحداك ما يعرف يرسم يصير رسمي عباس احس اهم شيء كذا كذا يجبص موال طيب شيء كذا 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 مخرج كذا شيء مختلف لا 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 كيف لا عشان الثوب بس عشان ما يحوك في لا ايوه بس طيب شيء مختلف عشان الثوب ما يتوسخ بالسلم نبغى شيء مختلف نبغى الصوت المختلف يا عباس مرحبا الحين الناس يحسبون انه فعلا بدنا حلقه نسلم ترى تو جاي لنا والله يلا حيه السلام عليكم هلا والله يا مرحبا كيف حالك يا مرحبا يا عباس سلامة الله يسلمك يا تعبت بسم الله دمت معي امك اليوم شن عندك اي والله شو اخبار والله ما صبر عنك والله انا لما جيت قلت له يا اخوان انا ما حاخش كذا طوالي زيده يعني لازم اول شيء لازم اجيب من فوق يا اخ والله لا يلا حي وشلونكم الله يطول عمرك والله ناس الليله منور في التغريده بالله منور الحمد لله انك جيت كبله والله العظيم بالله عليك انت وراسك في الصوره ما شاء الله تبارك الله يا الله ما تجيب لي ما تذكرني الصورة دي صوروني لها سنة 2015 والله بعد ما تعاقدت مع المجد بعد سنة ايوه وللآن قاعدة طب تعرف ليش؟ عشان نذكرك بالماضي لا ونحيف كان بالصورة والله ما في نحيف ولا نحيف والله ما في نحيف كذا جماعة الخير عبد الرهاب بلا يقفل ايدي ابشر الله معلش الثوب جديد يعني بس ابغاك تقفل ابشر بعزك والله الله يسعدك يا شيخ لاني ما متعود يا الله الله يا شيخ طيب حل عشان الثوب ترى تقدروا تفصلوا كلكم عند اي ثوب تفضل خربانه ما نبي نجوا فهمت عادي اعلن حل طال عمرك خلاص تم بس خلي اسمع ثوبك جديد بالمره عشان العيد طال عمرك الله يحييكم وكلكم لكم خصومات اي احد يروح من طرفي له خصم والله والله لو خصم 20% الحين عطنا السالفه المهمه جدا ابغى اقول حاجه مهمه جدا الحين اقول سالفه مهمه اسمعني الحين شو اسمه الحين احمد ربك انك جيت لاني انا قاعد اعاتب عبد الوهاب غايب عنا اسبوعين عبد الوهاب هذا تغلي ما اسبوعين حلقتين هو يزود تغله اي صح او حلقتين ايوه اهدى انا متابعته الاسبوع اللي راح ما جيت انا طيب